أحد أبرز التطورات التي ظهرت في مانجا باروتو تو بلو فورتكس وهو أن ساسكي تم ختمه داخل شجرة وأن باروتو يحاول النيل من الجيوبي من أجل إنقاذ معلمي ساسكي. منذ بداية الأحداث، منذ عودة باروتو إلى القرية واختفاء ساسكي، كنا نعلم جيدا أن هناك شيئا ما يحصل، ولكن أكبر المتفائلين لم يكن يظن أبدا أن ساسكي سيتم ختمه داخل شجرة. في هذه الحلقة يا جماعة سنشرح كل شيء، لماذا تم ختم ساسكي في شجرة، كيف حصل ذلك الأمر، ماذا كان مصير باروتو بعد حصول ذلك الأمر، وأيضا السؤال الأهم، هل سنرى قتال بين نسخة ساسكي نسخة الأوتسوتسوكي الخاصة بساسكي القوية جدا، ما مدى قوتها، وهل سنرى قتال بينها وبين سارادا؟ كل هذه الأمور سنقوم بحلها في هذا المقطع، ولكن بحالك المشترك فاشترك، حط لي لايك وتعليق وليتس جو في هذا المقطع الأسطوري. طيب إذن يا جماعة، لنحل هذا النقاش يجب أولا أن نتكلم عن الكثير من الأمور ونعود إلى مقتطفات من المانجا. إذن في أول ظهور لكود تكلم وقال أنه كان يلاحق باروتو ساسكي لمدة عام كامل، ولكن هناك شاهدنا إذن أن كود قد ظهر بنتبع لعينه، والسؤال الأبرز هنا من قام بفعل ذلك الأمر؟ باروتو تكلم ويقول هل تريد أن أقوم باقتلاع العين الثانية؟ هنا كان تلميح كبير جدا أن باروتو سواء إن كان هو أو أنه يعلم جيدا من الشخص الذي قام بالتسبب بتلك الندبة، وأنه حصل شيء ما بين كود إضافة إلى باروتو. هذا أول شيء. الشيء الثاني يا جماعة هو أن باروتو كان باردا جدا وكان دائما ما يركز على الجيوبي، ويقول أنه يجب عليهم إيقافه لكي يقوموا بتفادي أي شيء وأي كارثة تحصل. إذن هنا إذن يا جماعة سنتكلم عن ما الذي حصل تحديدا مع ساسكي الذي رأيناه قد تحول إلى شجرة وآلية التحول إلى شجرة. شاهدنا سابقا في المانجا أن أحد الشونين حاول أن يقوم بإنقاذ سارادا ولكن انتهى به المطاف، تحول إلى شجرة والآخر، ولكن علمنا من خلال سارادا أنهم لا يزالون على قيد الحياة. ولكن من جهة أخرى، هدف تحولهم إلى أشجار أن الجيوبي يقوم بامتصاص الشاكرة الخاصة بهم ويقوم بإنشاء مستنسخين مثلهم. ذلك الذي حصل مع ساسكي، مويجي إضافة إلى باغ، هؤلاء الثلاثة لقد تم صنع مستنسخين لأنهم تحولوا إلى أشجار، ولكن الرابع الذي قد كان نفسه يشبه كثيرا جيجن وإيجيكي وكان يحلق في السماء وكان أوتسوكي، يعتبر نسخة تبقى الأصل عن أوتسوكي إيجيكي. ولكن كيف ظهر لنا شخص كهذا؟ الإجابة بسيطة للغاية. كما نعلم أن كود هو من أجل التعديلات على الجيوبي، وذلك باستعمال دمائه وتقنياته، وكما نعلم أيضا أن كود يحتوي على الكارما البيضاء، تلك الكارما التي تعتبر مورثات لأوتسوتسوكي إيجيكي. إذا هدف الكارما البيضاء منذ البداية، والكاتب قد صنعها لكود من أجل غاية واحدة، وهي أن يقوم بإعادة أوتسوتسوكي إيجيكي إلى الأحداث من جديد. كما قلت لكم سابقا أن هناك الكثير والكثير من الأمور الغامضة حول هذه الشخصية، لم نرى قدراته الكاملة، شاهدنا فقط في جسد مهترئ يستعمل السيكونا هيكونا الدوتوكتون الخاصة بعين الدرمانجان ويستعمل التايجيتسو، لم نره يستعمل لا نينجيتسو ولا شيء آخر، وأظن أنها الفرصة المواتية لنرى أوتسوتسوكي إيجيكي يقوم بفعل هذا الأمر ويرينا قوته الكاملة عن طريق مستنسخ، والذي قد سمى اسمه بأوتسوتسوكي جيوبي. إذن كما قلت لكم يا جماعة في بداية المقطع أنه قد حصل قتال بين كل من باروتو ساسكي وكود، وانتهى ذلك القتال بتحول ساسكي إلى شجرة. هنا إذن دعوني أشرح لكم النظرية المتوقعة لحصول أمر كهذا. أول الأشياء، كان ساسكي وباروتو ينتقلون من مكان إلى آخر، لقد كان كود وجيشه يحيطون بهم من كل مكان. هناك لم يكن لساسكي وباروتو إلا خيار واحد، وهو القتال والوقوف أمام كود. كان باروتو ضعيفا للغاية في تلك الفترة لأنه ليس بهذه القوة التي ظهر فيها الآن بعد التدريبات مع كاشينكوجي. إذن هناك كان على ساسكي عاتق حماية باروتو. ساسكي لقد تصدى لكود وتلك الوحوش وقد قام بإسقاط الكثير منهم. هنا إذن تطرح نظريتين، أولهما هو أن ساسكي لقد قام بعرقلة كود ووحوشه تسبب بتلك الندبة لكود، وهناك قد سمح لباروتو بالهرب. ولكن ما يعرقل هذه النظرية هو أن باروتو شخص
الشخصية عنيدة لن يهرب من ذلك المكان ويترك معلمه. وهنا إذا تأتي النظرية الثانية، وهو أن باروتو وساسكي كان الاثنان يتقاتلان، تقاتلوا معا أوقفوا كود وجيشه إلى حد أن باروتو فقد الكم الهائل من قوته، وهناك فقد الجل شكراه وقرر أوتسوتسوكي موماشكي الظهور. أوتسوتسوكي موماشكي لما ظهر لم يقم بمساعدة باروتو ساسكي هذه المرة، بل كان الأمر معاكسا تماما. لقد قام بخيانة ساسكي وكان السبب الرئيسي في جعل ساسكي يتحول إلى شجرة. كما نعلم أن أوتسوتسوكي موماشكي هدفه الوحيد هو جعل باروتو يعاني كثيرا ويدخل في معاناة أبدية، ومن هذا المطرق يا جماعة هو الشخص الذي تسبب بتحول ساسكي إلى شجرة كما فعل سابقا. ساعد كاوكا على الهرب، لقد كرر الأمر نفسه من جديد وقام بجعل ساسكي يتم القبض عليه. بعد أن استفق باروتو وجد معلمه تحول إلى شجرة، ولكن أظن أنه الأمر هنا أن أوتسوتسوكي موماشكي لما تسبب بخيانة ساسكي تصدى لكود، وذلك الذي تسبب في هروب كود من ذلك المكان. ولكن من الممكن أن يكون كاشينكوجي من تدخل في آخر اللحظات وقام بإنقاذ باروتو من ذلك الأمر. هذا هو تفسير المنطقي الوحيد الذي أجده لأمر كهذا يا جماعة. وهناك بما أن باروتو يلوم نفسه كثيرا وأوتسوتسوكي موماشكي على الأمر الذي حصل مع ساسكي، قد قرر أن يقوم بتدريب وزيادة مستوى قوته من أجل هدف واحد، وهو إعادة معلمي ساسكي كما كان. هنا إذا باروتو من ذلك الأمر تعلم درسا، وهو أنه إضافة طائرات إلى الجيوبي يمكن أن يكون خطيرا للغاية، وهنا يريد إيقاف الجيوبي وإعادة ساسكي إلى الحياة. ولكن من أجل أن يفعل ذلك تدرب مع كاشينكوجي، تعلم تقنيات جديدة من بينها الهيراجين الطائر الخاص بالهوكاغا الرابع منته. إذا الآن تعرفنا على أن ساسكي تحول إلى شجرة، جيوبي أخذ كل معلوماته الوراثية وكل شكراه استخرج منها مستنسخ، وذلك المستنسخ يا جماعة يعتبر نسخة محسنة من ساسكي أو نسخة قوية جدا من ساسكي. تخيلوا فقط معي أن باروتو أول ما لمح ذلك الشيء لقد استشعر منه قوة كبيرة جدا. فكما تعلمون أن باروتو المستنسخ الوحيد الذي أبدأ اتجاهه ردة فعل هو مستنسخ ساسكي الذي كان قويا للغاية. إذا هنا يا جماعة يمكن أن أقول لكم أن باروتو إذا علم أن ذلك الوحش قوي، فكما نعلم أن هناك اثنان قويان جدا هناك، أولهما مستنسخ ساسكي والثاني يعتبر نفسه مستنسخ أوتسوتسوكي إتش كي. إذا بالكلام حول مدى قوة الاثنان فسأتحدث عن مستنسخ ساسكي لأن نمتلك معلومات أكبر بكثير حوله. أول الأشياء أنه قد استعمل تشيدوري، ذلك يؤكد لك أنه يستعمل نفس تقنيات ساسكي، ولكن التعديل الإضافي هنا أنه نسخة محسنة كثيرا. اثنتان رينينغان لم يحصل عليهما ساسكي سابقا، يدين، وكل هذا إضافة إلى الجسد القوي جدا. تخيل فقط معي أن باك لا يمتلك أي تقنيات قتال إلا أن جسده قد أصبح قويا جدا، وذلك بسبب تعديلات الجيوبي، وأظن أن نفس الأمر قد حصل مع ساسكي. إذا قوة هذه الشخصية تعتبر أضعاف مضاعفة من ساسكي الذي رأيناه على طول سلسلة باروتو، وما الهدف من صناعة شخص مثل هذا؟ الهدف الأكيد والوحيد الذي أضعه في ذهني حاليا هو تحسين شخصية سارادا. كما نعلم أنه تم التلميح في أحد الأوبنينجات السابقة أن ذلك أو هؤلاء المستنسخين سيهاجمون على كونها وسيتسببون في خراب في كونها بعد هروب باروتو. تكلم ذلك الأوتسوتسوكي كأنه رأى المستقبل أو يعلم شيئا ما، ويقول مهما هربت فمسيرك سيلحق بك يا باروتو. إذا أظن أن هؤلاء الأربعة أول شيء سيقومون بفعله هو المهاجمة على كونها. هناك إذا سنرى سارادا ترى مستنسخا لوالدها، وهنا ستشعر بالصدمة العارمة. أول الاختبارات التي سنراها بالنسبة لسارادا التي ستظهر لنا ما مدى تطورها خلال هذه السنوات، كيف تعلمت المانجيكيو شارينغان وما قوتها المميزة وما هي التقنيات التي قد تعلمتها. سيكون ذلك القتال قتالا دراميا ملحميا لأكبر الحدود، ويمكن يا جماعة نقول لكم أنه سيكون من بين أفضل القتالات
الحدث لو يقوم الكاتب بفعل ذلك، فمستنسخ ساسكي يجب أن يتقاتل مع سارادا. أما بالنسبة إلى مستنسخ إيتشيكي فيمكن أن نراه يتقاتل مع واحد منهما، إما باروتو أو كاوكي. فالشيء الذي أنا أثق فيه كثيرا هو حاليا أن كونها يا جماعة سيتحالفون مع باروتو بنسبة كبيرة جدا، وهناك الكثير من الأسباب التي ستؤدي إلى ذلك الأمر، وهو أنهم الآن سيكونون معرضين للخطر، ومن أجل إنقاذ عالم الشنوبي يجب عليهم التحالف مع باروتو. ولكن الثغرة في هذا كله هو أنني أشك أن شيكامارو سيظهر لنا عبقريته في قادم الفصول. الثغرة في هذا الأمر أنني أريد فقط التأكيد إن كانت كونها تعلم باستعمال باروتو لتقنية الهيرايشين الخاص بالهوكاجي الرابع. إن وصل الأمر إلى شيكامارو فهنا إذا ستساوره شكوك، كيف يمكن لفتى أتى خارج القرية يفترض به أنه لا يعلم أي شيء عن هوكاجي الرابع أن يتعلم التقنية من هذه المستوى؟ هنا إذن يمكن أن يلعب ذلك كثيرا على رأس شيكامارو، الذي من المحتمل بشكل كبير جدا أن ينقلب ضد كاوكي ويكون في صف باروتو. أظن أن الأمر سيكون كالآتي، بعدما يكتشف يعني شيكامارو ذلك الأمر بصفته الهوكاجي سيحرض جميع قرية كونها على النيل من كاوكي، ولكن كاوكي عدا أن يقوم بالقضاء عليهم هنا سيقرر أن يقوم بإرسالهم إلى بعد آخر كما فعل مع ناروتو وهيناتا والبقية، وذلك ما يمكن أنه سيفسر لنا الحديث الذي جرى في الحلقة الأولى من أنمي باروتو. لم أتوقع أنك ستتمادى إلى هذا الحديث كاوكي، جميع الشينوبي غير موجودين في كونها، وكاوكي يقول عصر الشينوبي قد انتهى بالطبع يا باروتو. إذن كل هذه التلميحات وكل هذه الأسرار لا تزال مبهمة، إلا أنني أحاول في كل مرة أن أضع لكم أحجارا حول الأحجية لفك هذه الأحجية ولكي نتعرف عن الأسرار القادمة. هناك الكثير من النظريات الأخرى التي تدور في ذهني، ولكن أريد أن أخصص مقطعا جديدا آخر في الأيام المقبلة للتحدث مثل هذا عن مثل هذه الأمور، عن إيدا، ديمون، هيماواري، وآمادو، ومصير باروتو، ما مدى قوة باروتو، كل هذه الأمور سنتكلم عليها. كاشين كوجي إضافة إلى سينسو أمادو أيضا هناك احتكاك كبير بين الشخصيتين. إذا بحالك لم تشترك فأرجو منك الاشتراك، تفعيل الجرس، تحط لايك، وسنلتقي في المقطع القادم بأسرع وقت ممكن إن شاء الله.